السلام عليكم. سلام. نعم. كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ سؤال. هي. بالنسبة للعطور للنساء، أيوه. حكمها؟ هي. إيه حكم العطور للنساء؟ إيه حجم العطور للنساء؟ لا بأس. ولا بتعثر بنية النظافة ولا في البيت يعني ولا بره الشارع؟ لا بره الشارع. وبره الشارع الناس هينظروا إليكي. في نهي عن أنا رسول الله عن هذا الشيء، انك تمشي في الشارع راحتك فياح، الناس ينظرون اليك، لكن في بغرض البيت الريحة الطيبة يعني، اي، بس الريحه الطيبه في بغرض البيت. ستن الرجال أو إن أنا شوفي يا اختي، المفترض ان المراه تحرص على ان تستر نفسها عن الرجال، فاذا مشيتي في الشارع مثلا وضربتي بخلخال بالرجلين في بعض كي تلفتي انظار الرجال، او لبستي ملابس ملفتة للنظر، كل ذلك تمنع منه المرأة، وكذلك الريح. ولا أحب أن أستدل عليك بحديث يعني في بعض الكلام، أيما امرأة خرجت من بيت زوجها طيبة ليشمها الرجال. ايوه ما فيش نيه لحضرتك يعني، ما هو احنا الآن بنقول لك في البيت اعمل اللي أنت عايزاه، في وسط الأخوات كيف اصنعي ما شئتي، ريحتك تكون طيبة في البيت شيء طيب، أما تخرجي للزوج والثياب مليانه ريحه ثوم وبصل من المطبخ وتخرج للرجال الاجانب متطيبه؟ لا الاثنين، لا الاثنين متطيبه يعني الاثنين. والله النهي جاء عن رسول الله، ايما امراه خرجت مستعطره مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيه وكل عين زانيه، وان كان ليجدوا الحديث ريحها دي مش ليه مش مسببه؟ نعم ليجدوا ريحها دي مش ايوه، بس ما هو صح، ما انت طبعا زكاه النيه مصاحبه الاسم اكبر، اه زكاة النية مصاحبة الاسم أكبر.